عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده احنا هنعمل فكره فيديو مختلفه عن اللي انا بقدمها. بعيدا بقى عن الاندومي والكلام من دوت. فكره النهارده الصراحه محدش طلبها، انا اللي حابه اقدمها لكم. الناس بقى اللي كانت بتحب تروح لستاربكس وتشرب بقى المشروبات زي الكوفي والحاجات من ديت، وبسبب الحظر وبسبب كمان الاجواء اللي احنا فيها، وان احنا مش عارفين ننزل او نروح او نيجي، فالواحد اتحرم من كل ده. ففكره النهارده ان انا حابه ان احنا نعمل الحاجات دي في البيت، وكمان باقل تكلفه، لان انت ممكن اصلا تروح تشرب اي حاجه من هناك اقل حاجه مثلا 30 40 جنيه، في امكانك اصلا ان انت تعملها في البيت وباقل تكلفه. حابة كمان ان احنا نعمل الكلام دوت علشان يعني الحاجات دي اصلا كلها متاحة عندنا، مش هتكلفك اكتر من 5 جنيه، او على حسب بقى انتوا بتتفرجوا عليها من انهي دولة. بس الحاجات يعني متوفرة وبسيطة. بالمناسبة فين اصحابنا بقى اللي كانوا بيعلقوا؟ انتوا فين؟ وحشتوني جدا. فين بتوع العراق؟ وحشتوني وحشتوني جدا اصحابي اللي من العراق. واي حد تاني بقى من اي دولة تانية يكتب لي من اي دولة عشان نرحب بيه. بس كده. فاحنا انا هوريكو الطريقة بتاعت مشروبات ستاربكس. فاللي حابب بقى يعملها يخبط لايك كده ويوريني بقى، لو ليه طريقة تانية هو بيحب يعملها يكتب لي برضو تحت في الكومنتات، وانا هقرا كل الكلام ده. مش هطول عليكم بقى عشان ننجز كده ونروح نعملها بسرعة. وهوريكم بتتعمل ازاي، وكمان هوريكم طريقة تقديمها شبه تقديم بقى ايه اي كافيهات وحاجات من ديت، طريقة كده شيك جدا يعني. يلا بينا نروح ونرجع تاني. ايس كوفي جديد ومعانا طعم جديد، طعم الكوكونات اللي هو طعم جوز الهند. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي هنروح نعمله وهرجع لكم تاني. اول حاجة انا جبت عندي الكبة بتاعتي اللي هشتغل بيها، واضيف معلقتين كريم شانتيه كبار، دلوقتي انا ضفت الكريم الشانتيه، وعندي كوباية حليب متلجة هضيفها عليهم. دلوقتي هبدأ اخلطهم. دلوقتي هفتح اشوف الكريم شانتيه اهو، القوام بتاعه تقيل وحل. دلوقتي عندي هنا هو النسكافيه، هضيفه في قلب الكريم شانتيه. وبعد كده هضيف عليه الحليب. دلوقتي هبدأ أخلطهم. أنا كده خلصت وضربته كله تمام. عندنا بقى إيه، نيجي في الجزء المهم، وان احنا ازاي نخلي شكل الكوبايه بتاعتي حلوه كده وشبه بتاعت ستاربكس بالظبط.
دي كوبايه كانت بشربها برضو من عند ستاربكس. فاحنا اول حاجه هنجيب ايه يعني قبل ما نحط المشروب اللي احنا ضربناه؟ لا، احنا هنبدا نزوق الكوبايه بتاعتنا، وعاملها لكم بطريقه تخليها شبهها كده، يعني ايه حاجه احترافيه. انا عندي هنا صوص شوكولاته، ممكن اللي ما بيحبش صوص الشوكولاته يحط صوص الكراميل، اي نوع صوص بقى انت بتحبه عادي. هفتح كده وهجيب الكوبايه بتاعتي. بص بقى هعملها ازاي. انا اهو اجي على الطرف كده، شايفين تكون اهو، فبدا ايه اعمل الخطوط كده اهو وامشي كده. الكوبايه بقت كده، كل الكلام ده هيظهر اول لما احط المشروب بتاعي. تمام اهو المنظر ده. هبدا اخد المشروب بتاعي كده اللي احنا ضربناه مع بعض، بسم الله، فين شكله يا دوبك اهو. طبعا شكل الصوص اصلا شكله تحفه اهو. بوظنا اللوجو شويه بس مش مهم. دي شكل الكوبايه بتاعتنا اهو. احنا كده خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. انا هنا عندي كوبايه كريم شانتيه، ضربتهم وحضرتهم كده لوحدهم. فاحنا عشان ايه ندي طبقه كده للمشروب بتاعنا، هبدا اقلب بس شويه كده. انا بحب الحاجات اللي فيها اصلا كريم شانتيه والكلام من ده، فانا هاخد معلقه كده واحطها فوق على الوش. هوريكم كل الكلام ده دلوقتي. ناخد كده الكاميرا واوريها لكم. فين شكله؟ طبعا ده شكل الكريمة بعد ما حطيتها. عندي هنا شوية شوكليت شيبس، هبدأ كده احطها، احط كده كور. هاخد كمان صوص الشوكولاتة وابدأ احط كده على بقى، اكمل بقى كده فيها الصوص من فوق. ممكن كمان الناس اللي بتحب المكسرات ممكن يضيفوا شوية مكسرات. انا عندي هضيف شوية عين جمل، وده كده شكلها من فوق، يعني ده الشكل كده من فوق، وهوريكم شكلها بقى ايه لما خلص. طبعا ده الشكل النهائي ليه اهو. الصوص عليه كده من كل حتة، شكله حلو جدا، وكمان مش هيكلفك حاجة خالص، يعني بالعكس ده ممكن اقلها بس 8 كيس النسكافيه اللي انت هتستخدميه. ولو الصوصات عندكم متوفرة في البيت قشطة عادي، يعني مفيش مشكلة. لو مش متوفرة ممكن عادي تشربوه من غير صوص ولا حاجة. يعني انا بحاول ايه اوفر لكم اقل حاجة. بس كده يعني هو ده شكله، ويا رب يعجبكم. تعال بقى ايه ادوقه كده قدامكم عشان ايه تشوفوه حلو ولا لا.
بصوا بقى احنا كده خلصنا، اديكم شايفين شكلهم. تعال بقى نجرب ندوق طعمه. بسم الله. تحفة والله العظيم، شبه اللي انا بشتريه بالظبط يعني. لا ويمكن اللي انا عاملاه احلى يعني. هو احلى حاجة ان انتوا لما بتعملوا حاجة في البيت وبايديكم انتوا ضامنين ان هي معمولة ازاي، وكمان واثقين في الحاجات اللي انتوا مستخدمينها. وكفاية ان انتوا شايفين الحاجات بتتعمل ازاي يعني بايديكم ذات نفسها، مش حد عاملها كده وخلاص. لا الحاجات مضمونة ومتوفرة وكل حاجة تمام. فحاولوا تعملوا الحاجات دي في البيت، هتوفروا على نفسكم جامد، وكمان يعني مش هتحتاجوا بقى ان انتوا تنزلوا الكلام ده. لان بصراحة في الوقت بتاع الحظر دوت، وان احنا ما بقيناش بنعرف ننزل قوي، فالحاجات بتاعت الشارع عموما بقى سواء كانت اكل او مشروبات بتوحشنا الصراحة. يعني انا كتير في حاجات من دي بتوحشني، فبحاول اعوض الكلام دوت بان انا اعملها في البيت بنفسي. فحاولوا يعني تجربوا الموضوع دوت، انتوا مش هتخسروا حاجه، بالعكس ممكن الموضوع يطلع معاكم جميل ومش هتتكلفوا وكده. فهو الصراحه بالنسبه لي تجربه حلوه، وحبيت اشارككم معايا علشان يمكن اللي حابب يعمل حاجة زي دي يجربها. وعايزة اقول لكم ان انا عندي مليون طريقة للحاجات من دي. انا بحب افتكس في المشروبات جدا، وبحب بقى الحاجات اللي فيها صوصات والكلام من دوت. يعني انا بحب الحاجات دي، وحبيت ان انتوا تشوفوها يمكن تعجبكم. في اطعمة كتير ممكن نجربها، في حاجات بقى بالكراميل ومشروبات كتيره كده يعني. هي مش في دماغي دلوقتي، بس في حاجات من النوعيات دي انا بحب اعملها. وان شاء الله لو عجبتكم اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا كنت اعمل لكم فيديوهات تانية عنها، او اي بقى اطعمه تانية من نوع دوت اكتبوا لي تحت. وبس كده احنا خلصنا، ما تنسوش بقى تشجعوني، عايزه لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه مشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا لكل متابعينا، وانا بحبكم قوي قوي قوي. وباي باي.